طقس مستقر وضباب صباحا في حائل وانخفاض على درجات الحرارة في الرياض، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة بامتداد ما يسمى المرتفع الجوي السيبيري، لتكون الأجواء مستقرة كما نشاهد هنا من خرائط الضغط الجوي الواردة لدينا. ومن المتوقع بمشيئة الله أيضا في ساعات الليل وفي ساعات الفجر وساعات الصباح المبكر أن يتشكل الضباب في شمال منطقة الرياض وحائل وأيضا جنوب منطقة الجوف، مع احتمال تشكل الصقيع أحيانا. أما فيما يخص نهار يوم الأربعاء ويوم الغد، من المتوقع بمشيئة الله أن تنخفض درجات الحرارة في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، لتكون بذلك أبرد من المعتاد، وتكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق والأجواء مستقرة ومشمسة في أغلب المناطق. أما في ساعات الليل فمن المتوقع بمشيئة الله أن يكون هنالك أجواء باردة في معظم المناطق وشديدة البرودة في المرتفعات الشمالية بمشيئة الله، مع أيضا وجود فرص لتشكل الصقيع. أما في العاصمة الرياض فهنالك غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 9 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 22 كيلومتر في الساعة. أما في 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض درجات حرارة تتراوح ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية مع وجود بعض الغيوم يوم الأربعاء والخميس. أما في درجات الحرارة الليلية وساعات الليل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 8 درجات إلى 10 درجات في 3 أيام القادمة. أما فيما يخص مناطق المملكة نبدأها من سكاكا، درجة الحرارة نهارا 15 إلى 5 درجات، في عرعر من 15 إلى 6 درجات، وفي تبوك من 18 إلى 5 درجات مئوية. في مكة المكرمة من 30 إلى 20 درجة، في المدينة المنورة من 22 إلى 13 درجة، وفي جدة من 31 إلى 19 درجة، وفي الطائف من 22 إلى 13 درجة مئوية في ساعات المساء. في أبها احتمال زخات من الأمطار من 20 إلى 10 درجات، في الباحة من 13 إلى 11 درجة، وفي جازان من 30 إلى 25 درجة مئوية في ساعات المساء. في الدمام من 18 إلى 12، في الإحساء 17 إلى 10 درجات، في حفر الباطن من 14 إلى 7 درجات مئوية، وفي الرياض من 16 إلى 8 درجات، في بريدة من 14 إلى 6 درجات، وأخيرا في حائل من 13 إلى 3 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.